موجز السادسة مساء، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي الجهود الهادفة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وإنشاء المناطق التكنولوجية المتخصصة بمختلف المحافظات. وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي خلال هذا الاجتماع جهود إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل توقيع عقود استثمار جديدة وتسويات بالمنطقة الجنوبية لمحور تنمية قناة السويس مع 6 شركات بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ورئيس هيئة قناة السويس ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. وشدد إسماعيل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سوف تناقش في صورتها النهائية الأسبوع المقبل. انطلقت فعالية تدريب البحرية الجوية المصرية اليونانية المشترك ميدوزا 2017 بمشاركة وحدات من القوات الجوية والبحرية المصرية. يشمل هذا التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري واليوناني. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف الجبير خلال مشاركته في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأقصى أن السعودية تعتبر القضية الفلسطينية في مقدم اهتماماتها. تتم الموجز في أمان الله.